هو صراحة أنا من واحد من 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 الأشخاص اللي تعرضت للاعتداء. أنا ما كنقولش اعتداء، أنا كربما تعرضت لإرهاب نفسي، وربما تعرضت للكارثة اللي في حياتي. ما عمرني كنت كنظن بأنني كمحامي أنني نتعرض للضرب والجرح من طرف مدير مؤسسة سجنية. الاسم ديالو الكراري، الاسم ديالو الكراري، اللي ربما خرق جميع قواعد اللياقة وجميع قواعد اللباقة. مدير مؤسسة سجنية اللي كيتعامل معنا بألفاظ ديال الزنقة، خرجوا يا ولاد، خرجوا يا ولاد. الأنساب ديالنا تسبات، الأنساب ديالنا تعيرات، حنا كيقولوا البينات وعلى من الدعاء واليمين وعلى الأنكار. كنطالبوا من السيد وكيل العام للملك، حنا مؤسسة ورئاسة النيابة العامة مؤسسة، أنه يفتح تحقيق والرجوع إلى الكاميرات، مع أننا نتوفروا على دليل أكبر من الكاميرات اللي هو القيدهم ديالنا. للأسف المواطنين كلهم عبروا على الغضب ديالهم، وبالدارجة أنا نقول لكم واحد الكلمة، المواطن قال لك سيدي حنا ما كرهناش نشهدوا معكم الزملاء، ما كرهناش، أنا المحامي اللي تعرض لهذا الشيء كيعيدوا مع أولادنا. وقال لك هذا المدير هذا لأنه راه كيتعرضوا هاد الناس من الصمت وتحت الهضرة، دونك خافوا بأن إلا جاوا شهدوا معنا أو أنهم ضافوا الشهادة ديالهم أن أولادهم يتعرضوا للمضايقات من داخل هذه المؤسسة. للمفروض وللأسف أننا نتحدث عن مؤسسة للإصلاح والتهذيب، مؤسسة للإصلاح والتهذيب يصدر عن مديرها والمسؤول عنها أخلاق أو ألفاظ خادشة للحياة. تخيل معايا كيشدك يقول لك عندكم 5 دقائق ما تخرجوش نخلي ضربوكم بهذا الفصل. وحنا إلا كنا حنا ما بغيناش نقولوش ألفاظ، لأن احترام الرأي العام، لأن إلا خرجنا الألفاظ السوقية حنا ما بقيناش محامي، ما بقيناش. هذا الشيء كامل لأن حنا نتوفر على الرخص ديالنا. قال لك اش يدير زواج؟ قال لي ما عندناش. كلمنا المدير، المدير انفو كيوقف كيقول لك شنو عندكم نتوما؟ قلنا له راه عندنا واحد الاشكال وبغينا ندخلوا. قال لك بغيتي تدخل؟ قلنا له الله يرحم والدينا اش على خاطرك؟ والكاميرا ترى متبته لهاد الاقوال هذه. قال لك تخرجوا ما تخرجوش نخلي ضربوك. 5 دقائق يدير لك بحال كيقول 5 دقائق. ربما انا ربما في حيرة الامر، ربما اجد نفسي متلعثما في الكلام لانني ما قدرتش نوصل البشاعة والفداحة والفضاحة ديال ما تعرضت له مؤسسة المحامون أو المؤسسة ديال مهنة المحاماة اللي ربما أعرق مؤسسة في التاريخ. أن محامي كيتعرض للضرب والجرح والعنف والتهديد والسب والقذف والإهانة. زميل كيدوي مع نقيب وكيقول لي الله يعطيك الله يجزاك النعلة، كيسمع نقيب نعلة الله وعليه، وكيسمع نقيب ديال المؤسسة اللي هو النقيب محمد حيسي. أنا نقولها بالاسم لأنه شاهد على هذه الكلمة في التليفون، لأن حنا بغينا نوصلوا. للأسف ملي كنشوفوا محامي كيتعرض بحكا، أنا الرجل ديالي دابا كنعاني منها، لأني تعرضت ربما الرفس والضرب والجرح، ربما شي حوايج اللي كنا كنقولوا حنا. أنا أقسم بالله أنا اليوم سيظل راسخا في ذهني بأنني أعيش أسود يوم في حياتي. وأقولها وبالدارجة، والله ما نتزاقلوا معه، والله ما نتزاقلوا معه، وسنسلك جميع المساطح، الخطوات المقبلة عن راسه رئاسة النيابة العامة، عن راسه الديوان الملكي، عن راسه السيد محمد عبد النباوي. وحنا كنطلبوا بأنه تفتح تحقيق معمق. إلى ما تفتحش تحقيق بمعنى بأن راه المؤسسات راه في مهب الريح، ومؤسسة المحاماة راه ما يمكنش بأن نحن في ظل دستور 2011 وفي ظل خطاب ملكي سامي، يلا خرج خطاب ملكي كيقول لهم باننا حنا كمواطنين كجبهه خصنا واحد الالتحام. كنشوف بان مدير مؤسسه سجنيه كيخرج الفاظ سوقيه، يا ولاد الفاعلات يا ولاد التاركات خرجوا. للاسف وهذا الشيء شاهدين عليه عباد الله من غير الزميل القيدوم ومن غير الكاميرات. والناس كيقول لك اسيدي حنا راه خفنا نمشيو نشهدوا معكم، غيتعرضوا وليداتنا للضغط، غيتعرضوا وليداتنا لامور خايبه، وانتم ربما كصحافه عندكم الامانه العلميه والامانه المهنيه انكم سمعتوا هذا الشيء، ولكن الخبر مقدس والتعليق حر. للاسف هذا المدير هذا اللي هو الكراري لقد عاد بالمؤسسه السجنيه الى ما قبل عصور الوسطى. للاسف وشكرا لكم وشكرا للتضامن ديالكم. والقيدوم راه هو عنده ما يضيف في هذا الامر هذا، لان احنا كمؤسسه ديما عندنا القياده ديما، والحمد لله سبحان الله العظيم حسن الحظ انه كيتواجد قيدوم
لا كنا حنا كنا نشوفها بها. يقول لك لا راه تعديت عليا وعجب صحابو وحراس العام ديالو اللي ساعدوه. هذه دعوه مني للسيد الوكيل العام وجميع المؤسسات اللي فتح تحقيق معمق، لان حنا كمؤسسه ما نسكتوش. استاذ يونس تاغوتي محامي بهيئه الدار البيضاء، اليوم وانا في الزياره ديالي للمؤسسه السجنيه كان عندي زياره ديال مجموعه من المعتقلين. اثناء الولوج ديالي للمؤسسه طلب منا المسؤول الامني اللي كاين داخل المؤسسه اننا ندليو له البطاقه، ادينا له الترخيص وبالبطاقه وبالجواز، ما كانش الجواز. قال لنا ودي راه ضروري خاصكم الجواز. قلنا ليه نشوفوا مع المدير. المدير جاي باش جاي قال لنا انتم شنو تديروا هنا؟ قلنا ليه ودي راه حنا محامون جينا على اساس عندنا زياره وكذا وكذا، شرحنا ليه. ويقول الاستاذ الخضر قال لنا عندكم 5 دقائق هذا نتخرجوا ولا نستحيي نقول هذا الكلام. هذا اللي قال. جيت انا دخلت زيد التليفون عيطت لسيد النقيب تنهضر معاه، سيد النقيب حسي تنتواصل معاه، هو يقول لي على الله وعليك، راه سيد النقيب سمعها وكان حاضر القيدو. قلت له سيد المدير المحترم احنا محامون وهذه اللي كنتواصل معها مؤسسه، هو يقول لي واحد المصطلح ثاني نستحيي نقولوا لكم، ودار واحد الحركه دخل في شنان هو الزميل. جيت انا قلت له ودي هذا الزميل هذا ما عندكش الحق دير معاه الطريقه وتشدوا هذا وهذا وتضربوا. ويقول لي انت مالك؟ هو يشدني شنق عليا من هنا اضربني، ها هو قطع لي الحوايج ديالي اضربني هانت اضربني وضرب الزميل وسبنا وعيرنا. الزميل الخضر استاذ الخضر وعيرنا، وهادشي كان بحضور حتى العموم، حتى العموم عينوا هذه الواقعه هذه ولكن ما قدروش يشهدوا. الحمد لله انه الزميل كان حاضر وعاين وشاف كل شيء الحمد لله، ولهذا ما تعرضنا له اليوم وماس بحقوق المحامي، ما تعرضنا له اليوم نتاسف له نحن كمحامون. ولهذا انا كنطلب من جميع المحامون انه يتضامنوا معنا، لاننا الاعتداء اللي تعرضنا له اليوم ما كيتصور شيء على البال، وحنا غادي نواصلوا الاجراءات والمساطر ديالنا في مواجهه المدير المؤسسه. وشكرا. ما حكاه الزميلان كنت شاهدا عليه بحكم انني انهيت زياره احد الموكلين وخرجت، عندما خرجت وجدت النقاش حاد تطور إلى أن يقوم مدير المؤسسة بإخراجهم هو شخصيا وبمساعدة شخصين آخرين بزي رسمي بإخراجهم بالعنف وكأنهم ارتكبا شيئا ما. وحتى المواطنين قبل قليل قال لك شفناهم اللي كان مخرجهم ولكن احنا ما نقدروش نشهدوا، غادي ينتقموا لنا من الأولاد ديالنا اللي معتقلين للداخل. إذا ما بقى لي منضيف اللي ما حكاه زميلا كما قلت كنت شاهدا عليه، أؤدي أمانتي والله رقيب عليه.